يجب أن نتربى جميعا في أن القضاء إذا نزل نسلم به. أول مرحلة فيه لا يرفع قضاء حتى يرضى به. ما حدش ميل وإيد ربنا مش هترضى هيفضل الإيه. ولذلك الذين يعيشون في البلاء طويلا هم السبب. ليه؟ لأنهم ما رضيوش بالله. لو رضوا لرفع الله الإيه. زي ما تدخل وابنك تلاقي عمل حاجة بلعب كوتشينة ولا حاجة وضربت قلم، إن استسلم ورضي تعمل إيه فيه؟ تطبطب عليه وتاخده مش عارف ايه. طب وانت النح التاني الله. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بيعاملنا كده يعني. اذا نرضينا بقضاء يقول من رضي بقدري اعطيته على قدري.